بآخر نسأل في أسبريس، مرحبا بكم في اللقاء الخاص الذي تستضيف فيه السي محمد نقوط، مهندس دولة في القناطر وفي الطرق. السي نقوط مرحبا بك. السلام عليكم. شكرا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. العفو السي نقوط، البارح مع الرياح اللي عرفتها اللي عرفها المغرب، يعني بزاف تاع اللوحة الإشارية طاحوا، بزاف تاع علامة التشوير طاحوا، يعني واش بسرعة تاع الرياح ما بين 80 إلى 100 كيلومتر تقدر تأدي لنا المشاكل اللي وقعت البارح؟ وبالنسبة للمشكل ديال الرياح، باش نعرفوا واحد المسألة، هو أنه اللوحات الإشارية ولا بصفة عامة دعامات الحديدية ولا حتى الدعامات من الخرسانة المسلحة، يعني هي كتكون تتكون مقاومة لواحد السرعة معينة ديال الرياح، أولا في بعض المناطق حتى الثلوج أو الزلازل. يعني كاين عدة قوانين ديال الهندسية اللي تتخول لك أنه بي 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 يعني بالمعطى ديال الرياح، اللي هو الحالة اللي وقعت البارح، المعطى ديال الرياح، يعني كت 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 كيكون عندك التصاميم ديال هاد الدعامات الحديدية بحيث أنها تقاوم السرعة ديال الرياح، إلا إذا اقتضى الحال ودخلنا المجال ديال لا فورس ماجور اللي هي القوة القاهرة. بالنسبة للبارح هادشي عادي ولا ماشي عادي؟ نقدر نقول لك أنا بحكم التجربة وبحكم هذاك الهيستوريك التاريخ ديال الرياح اللي وقعت في البلاد، يعني ما يمكنش نهضروا البارح على القوة القاهرة. غير هو كان بعد اللوحات وبعد الدعامات اللي انهاروا بسبب الرياح اللي ما تحملوش القوة ديال الرياح لحسن الحظ، يعني كان المفروض ان الدعامات تقاوم الرياح هذه اللي كما تقول ماشي شي حاله استثنائيه كبيره. كان باش نديروا التشخيص، هو يكونوا يعني جوج الامكانيات ولا جوج الاحتمالات. اول مساله، واش تم احترام المعايير ديال يعني الهندسيه لهذوك الدعامات كما قلت في السابق، وتحترموا يعني الانشاء ديالهم احترم هذوك المعايير في خلال الوضع، في خلال الانشاء. او كيكون المشكل يقدر يكون ديال الصيانه، يعني مثلا تجي تلقى واحد الدعامه ديال واحد اللوحه اشهريه، يعني هي كلها هي من 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 من, من واحد ستركتور حديديه، ستركتور ميتاليك، تعرف مع الصيف مع الشتاء مع البرد مع الصهد مع يعني اختلاف تتاثر على الحديد، يعني كيكون يقدر يتكال بالصدى. وعن هذا الشيء احنا ما عندناش واحد لونتروتيان خصو يكون ديما لونتروتيان، احنا ما عارفينش. انا تنهضر معاك بصفه مواطن عادي، ما عارفينش واش هذاك لونتروتيان، واش كاين شي سلطه كتبعو كتبع بان مثلا، يعني راه كتكون غادي في الطريق يقدر يبان لك مثلا واحد الدعامه كلها مصديه مثلا. يعني هذه سميتو الحمد لله البارح ما كانش واحد يعني الدعامات اللي قاومت الرياح، يعني كتفوق بشكل كثير، سميتو نقدر نقول واحد النسبه ديال 99% راها قاومت. ولكن بحكم ان هاد الدعامات حنا ما محطوطينش في واحد المجال محصن، وكتشكون تيتحمل المسؤوليه في هاد القضيه هادي؟ وبالنسبه لي انا، بالنسبه لي يعني ما تيجي الانسان تيدير واحد الرخصه ديال باش يحط واحد الدعامه اشهاريه ولا دعامه ديال الماء ولا ديال الضوء ولا كما بغات تكون، يعني راه تيكون واحد الترخيص، وهذاك الترخيص تيكون جراء واحد التقديم ديال الوثائق وديال، يعني الترخيص ياخذوه مجالس منتخبه، من مجالس منتخبه ومن الجامعات، وتيؤدي بعض الرسوم، يعني تيخص يكون مراقبه ديال هذوك التصاميم، واش هذيك التصاميم يكون واحد البيرو، واحد مكتب دراسات، واحد مكتب مراقبه اللي غيراقب مكتب الدراسات، يعني كاين سميتو. ولكن هذا الشيء يمكن هذا الشق هذا ديال الانشاء في مرحله الانشاء، بالنسبه لي انا زعما جيرابل، يمكن ندبروه. اللي صعيب بالنسبه لي انا هو الشق الاخر، هو الصيانه. ولكن تم مرحله الانشاء خاص كما قلتي نديروا واحد الاعمده اللي واحد الدعامات اللي قادره تقاوم الرياح اللي تتفوق مثلا 130 150 نوس في حال استثناء، يعني حتى في المشكل اثناء الانشاء حتى هو كاين اشكال. اي خاص تكون مراقبه، لان دابا مثلا نمشيو حنا نديروا اسقاط على عماره عاديه ولا على سكن عادي، تيكون هذاك المراقب ديال الجماعه وتيراقب. تنقولوا حنا مثلا باش بغاو يدير واحد الضاله، تيجي تيراقب الحديد، وتيكون واحد جورنال شونتي اللي تيدلي بالملاحظات ديالو ولا تيعطي الموافقه ديالو باش تصب الخرسانه. عاد تتوقع التسليم، عاد تتوقع التسليم، راه نورمالمون خاص نفس البروسيس، نفس المسطره
تدوز على هذوك، لان هذيك دار يمكن فاش الى قدر الله وقعت شي حاجه تقدر تكون خاويه، ولكن بانو لا طاح يقدر حتى هو يكونوا ثلاثه دري صغار الله لا قدر الله ثلاثه الاطفال تحت منه تيسقط عليهم. وشفنا البارح بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور ديال المشاكل اللي طرات، المشاكل اللي طرات والصور اللي هضرتي عليها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلات الناس يعني تتساءلوا، يعني الرياح اللي ماشي استثنائيه وقعنا في الاشكالات، ما بالك ولا كان جيت الرياح كما قلتي حارس القصور واش غدير؟ هذا هو المشكل اللي ماشي شويه، واسمح لي البعض اللي ماشي شويه ماشي عادي، واللي سميتو بحال نعطي المثال ديال طرق السياره مثلا دول هنا مقبولش في حدود ما مقبولش، حنا في حدود زعما على ليميت ديال اكسبتابل. علاش؟ لانه ما خصش هذوك لي بانو في هذوك الشكل يطيحوا، لا واحد ديال اللي كيعملوا على مسافات شوير ولا مسافات ديال المدن القريبه وداك الشيء، هذوك وهذوك سميتهم اعمده كبار وبانوات كبار وسط الطرق، هذه زعما تتبان لي انا كان بامكان التجاوز ديالها، لان الشركه طرق السياره مشكوره تنشوفوا المراقبه ديالها خلال انجاز ديال الطرق والقناطر، مراقبه جد 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 صارمه. وفي الاخر تجي تدير بانو كاينه المراقبه فاش تبغى تعطي الفلوس وتدوز. نعم كاينه المراقبه فاش بغيت تدوز من الطرق اي هذاك الاداء الاداء هذاك مثلا سميتو، ولكن باش طيح بانو الله يستر الحمد لله ما كانش شي، كانوا بعد زعما ما تشوف على من غير طرق السياره، يعني حتى الفوضى تاع اللوحات الاشاريه على مسمى ديال الخدمه ديال الدار البيضاء، الطريقه باش توضع هاد اللوحات الاشاريه حتى هي تقدر تساهم في هاد المشكله. واش كتقصد الا كنتي كتقصد من الاكتضاض من الاكتضاض ديالهم والتكاثر ديالهم؟ هذا بالعكس، هما بيني وبينك سي بوستار زعما من خلال داك الشيء تنشوفوا في اوروبا وداك الشيء تيعطي واحد الجماليه، هما راه تيعطيو واحد الجماليه في الليل اضواء مزيانه داك الشيء، غير هذا الشق هذا ديال الشق ديال يعني الاحترام الاساس، ماشي اللوحه كلوحه مزيانه للشركه اللي كدير الاشهار ديال نفسها، ولا حتى ديك الجماليه بالليل كتكون جايه في الليل كتوصل لواحد المدار كيبان لك مختلف. انتم كمهندسين تيتشاوروا معكم في هذا الشيء تاع الدعامات ولا ما كاينش شي تشاور شي تنسيق ولا والو؟ خاصه انت عندك جوج كاسكيطات، عندك كاسكيط تاع المنتخب وكاسكيط تاع المهندس. هو بالنسبه للاستشاره اللي كتكون في واحد الاطار يعني حبي ماشي رسمي، ولكن كاين يعني كاين المسار ديال المراقبه وديال اعطاء الرخص ديال هاد الدعامات والادلاء بالتصاميم، كاين ناس اللي كيسهروا عليه وكيشرفوا عليه. وكنأكد لك مره اخرى بان شخصيا انا كيبان لي زعما داك الشيء اللي وقع البارح الحمد لله زعما ما كانش شي حاجه اللي هي كثيره، وجات والحمد لله جات نهار الحد، لان البارح شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي كاين يمكن في المحمديه ولا هنا في الدار البيضاء طاحت شي حاجه على السور ديال المدارس، وكان يوم دراسه كانت غتكون الحمد لله على هاد على الطفله. ولكن الا ما بغيناش نعاودوا هذا الشيء اللي وقع مثلا البارحه، اش خصنا نديروا؟ اش الحوايج اللي خصنا نحرصوا عليها؟ اول جهه اللي خصها تدخل في هذا الاطار هذا؟ اول مساله انا شخصيا كما قلت لك دابا اللي منجوز راه منجوز، دابا اللي منجوز كوريكتومون ولا ماشي كوريكتومون راه منجوز. دابا نمشيو مباشره نديروا واحد الحمله على الصيانه. واخا ندير واحد المراقبه اوليه، يخرج واحد ممثل على الجامعه، ممثل على مكتب الدراسات، ممثل ديال اللابوراتوار، دير واحد اللجنه ودير واحد المراقبه بعدا عينيه فيزيوال، راه كيبان راه واحد كاع ماشي ولد البلدان كيبان لي كيقول لك هذا شنو غيطيح، تيبان الحاجه اللي غطيح راه غتبان، فهمتي؟ نشوفوا. والحاجه اللي خصها اسمها بحال الشكل دابا اللي كيدار ديال ونيفو ديال الديور دور الاليه للسقوط، نفس دار واحد لجنه المراقبه، لجنه المراقبه بانو 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 واحد شهر شهرين، ودار واحد دياغنوستيك ودار واحد تشخيص، وهادو اولويه واحد، هادو اولويه جوج، هادو يقدروا يتسناو، هادو اول حاجه نحيدوا بعدا هاد لو ريسك. وفي جديد فهادشي اللي غيتبنى جديد واللي غيتوضع جديد كدعامات حديديه وداك الشيء، دار مراقبه اكثر صرامه. هذاك المقياس على المقاومه ما تنشوفش بان خصنا نزيدوا فيه، علاش؟ لان مع التغيرات المناخيه ما كناش عارفين تعدى الرياح تقدر واحد النهار يجي واحد 150 كيلومتر ولا 160 ولا 200 كيلومتر، ما تشوفش هذا المقياس على المقاومه خصو حتى هو يتزاد شويه. المقياس المقاومه هنا علاش انا عطيتك المثال ديال طرق السياره؟
دابا هنا في وسط المدينه، المدينه ككبرى كالدار البيضاء، كاين كاين حواجز اللي هما العمارات كي ديجا كيهرسوا لك واحد 80% ديال الرياح. يعني باش توصل الله يحفظ لواحد سرعه الرياح ديال 120 130 الفوق، ما نظنش كاين حواجز على الدار البيضاء. تنهضر على اي بحال مثلا على مستوى طرق السياره مثلا، ولا الله يحفظ حتى السكك الحديديه كنقولوا حنا خارج المدار الحضاري. يعني هذا الريح اللي جا غادي يمشي، ما كاينش شي حاجه غتحبسو. هنا غيكون جد الفكره ديالك جد قيمه، باش دار واحد يدير عاوتاني واحد كما كنقولوا حنا واحد السيناريو، يتخذوا سيناريوهات. إذا جات مثلا غدا 150 كيلومتر كي غنديروا ليها فهمتي. وهذا هو اللي هذا هو اللي بان ليا. وكنشكركم شكرا جزيلا السيد، شكرا جزيلا السي نغوطو، متابعي قناه الفاسبريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.